شكلي كرجل، أما يوحي أنا كرجل، أما باقي جسمي مو غير يعني غير كامل. غير كامل. ما لقيت حل طبي إنه يوصلني إلى نتيجة وأكمل حياتي كرجل كامل تمام. أنا فترة من فترة تركت دراستي بسبب التنمر على حالتي. والله صراحة حاليا أنا أي فكرة زواج مباري بسبب إنه طبيا يعني فكرة الزواج مو ببالي نهائيا، ولكن إذا توفر إنه العلاج الكافي مني يخليني أكثر اتزان مثل ما هو العمالي، وأنا ما عندي قوة رجل تمام إنه أشتغل هاي الأعمال. اللي حاليا ممكن له أي علاج، أتعجب على الأشخاص اللي يعني ما خلقتهم تمام ويلعبون بخلقتهم، يعني هذا الشيء يعني أنا أضحك عليه صراحة. يعني أشوف أكو بعض الحالات إنه هما تمام يعني تخلقتك ما بيش يروح غير يعني تنمر أو حالة نفسية تحت الصفر. نرحب بكل متابعينا متابعي المربد عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي من خلالها تواصلت ويانا حالة هي لشاب وضعه مختلف عن باقي الشباب، كان ولد بعيوب خلقية بأعضاء التناسلية. هو يعني هيئة ذكر ويقول أنه فكرة ذكر لكن أعضاء غير مكتملة أو قد تكون بها تشوهات كما راح يسولف لنا، وهو لجأ للمربد حتى يوصل صوته ويحكي لنا قصته، عسى ولعل أنه يلقى مساعدة من سواء من حكومة محلية أو حكومة مركزية أو قد تكون مجتمع دولي ممكن أن يساعده ويعني يلقى حل سواء بعلاج أو بوظيفة، لكون حالته المادية أيضا يعني قد تكون سيئة. فرحب بي ويانا. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. شكرا لقبول الدعوة. سولف لنا شنو وضعك، شنو قصتك؟ أنا والله ولدت عندي خلل جيني أو اضطراب الجندر، بس خلقية يعني أنا ولدت بهذا الشيء. فهذا الموضوع انه هو ترتب عليه شكلي كرجل، اما يوحي انا كرجل، اما باقي جسمي مو غير يعني غير كامل. غير كامل زين. فولدت بأعضاء غير كاملة اللي هي يعني انثوية ذكرية. شو انا ولدت بأعضاء ذكرية باقي الأعضاء بس لكن غير كاملة، زين. انه هي سبب انه خلت الجسم مضطرب، واللي هي تسمى خلل جيني او اضطراب بالجندر. زين. زين يعني من كل الطفل اهلك راجعوا اطباء شافوا شنو وضعك؟ لو انا سويت عده تحاليل او اشياء من فترات الى فترات ما لقيت حل طبي انه يوصلني الى نتيجه واكمل حياتي كرجل كامل تمام. زين انت درست يعني كملت دراستك؟ انا فتره من فترات تركت دراستي بسبب التنمر على حالتي، وعشت هاي يعني الفتره انه بين تنمر وكلام من الناس، رجعت كملت خارجي. زين. وكملت جامعه ايضا خريج حاليا. زين خلال فتره الجامعه هم تعرضت للتنمر ازعاجات؟ الجامعه ما حد عرف قصتي انه انا موضوع كذا وكذا. زين شنو الفرق يعني ليش بالجامعة كان وضعك شوية أفضل برأيك؟ يعني لأن مجتمع الجامعة يعني أكثر ثقافة وأكثر يعني فهم إنه شخص مو بعرف بالأساس مشكلتي يعني. فأنا شكلي ووضعي ما يوحي إنه أنا مثلا كبير بالعمر، وإن أنا شكلي بين صغير. أنت هسه تعتبر شاب، شاب يوصل لعمر معين ويريد يتزوج، ما تريد ما ترغب تتزوج؟ ماكو علاج لحالتك يعني؟ والله صراحة حاليا أنا أي فكرة زواج مباري بسبب إنه طبيا يعني فكرة الزواج مو مباري نهائيا، ولكن إذا توفر إنه العلاج الكافي مني مني ويخليني أكثر اتزان وك يعني ما شلون أقول يعني تكون بصحة أفضل. صحة أفضل
حالي حال أي زين يعني رجل كامل تمام زين أنه ممكن الزوجة عندك يعني مثلا سويت فحوصات تقارير طبية يعني شنو قالوا لك الأطباء يعني؟ أنا سويت تقارير طبية آخر تحاليل مال الجينات أي ما أعرف يعني أنه هي هم الأطباء يعرفوا لها أنه المشكلة هي أنه أكثر للرجولة يعني إكس واي أو أي يعني نزل حط طبية ما أعرفه بالضبط يعني إكس واي أي فالطبيب هو قال لي أنت يعني قريب للرجولة زين ما نصحك بعلاج ما بس فقط لوبر بس فقط لوبر قال لي حاليا ماكو لك أي علاج زين أنت شو تريد يعني شو الطالب والله أنا أكيد أريد علاج إذا توفر هنا أو خارج العراق أولا ثانيا أنه مقابلة جات المعنية مثلا تعتقد أنه أكو مسؤول ممكن أكيد هو هنا ربان السفينة على قولتهم الشيخ حسن العيدان مثلا زين أنه هو يرى هيك حالات وهاي بالحقيقة أنه هاي حالات فريدة يعني قليلة ونادرة يعني تنمر أو حالة نفسية تحت الصفر تنورد في هاي القضية ومعاناة يعني جربت طبيب نفسي؟ وأنا أكيد محتاج أنه أروح للطبيب نفسي نتيجة للتنمر يعني؟ إيه طبعاً لأنه يعني أنت من تمر بيك عمر وتفكيرك بهذا الموضوع أكيد راح تتأثر زين مستحيل ما تتأثر بهذا الموضوع زين وضعك بالبيت أهلك أخوانك؟ لا أكثر تقبلهم يعني مو مساعدين أصلاً متقبلين أكثر ومحتويني بس خارج البيت يعني تعرفين المجتمع خارج سمعك كلام ويضرك يعني أكيد زين اشتغلت يعني جربت تدور وظيفة حصلت وظيفة ما اشتغلت للأسف يعني وقلي عمل مثل ما نقول عمالي وأنا ما عندي قوة رجل تمام أن أشتغل هاي الأعمال زين أنا خريج زين خريج تخريج جامعة تخريج جامعة زين ويعني تأمل أنه ممكن تحصل فرصة وظيفية إذا حصلت فرصة وظيفية يعني ممكن تشتغل تعيش حياتك بشكل طبيعي أكيد طبعا لأن أنت من تلتهي في شيء يعني أكيد راح يخلي فكرك واتزانك أكثر بس ما أنه أترك موضوع أنه أتعالج هو بالأساس لازم تعالج زين أتعالج وحتى أستقر أكثر والعمل أكيد شيء ثاني يعني من بعد العلاج أنت طلبت مساعدة المربد طلبت المربد تكون توصل لك صوتك شنو الرسالة أو المطلب اللي تريد توصله بصراحة أنا يعني طلبت أنه مقابلة أسأل عيداني زين فرصة عمل والشغلة الثالثة أنه هي منظمات المجتمع الدولي إذا تنظر بحالتي أو علاجي أو أي شيء من هذا القبيل يعني ممكن أن ينقذني يعني من الحالة النفسية اللي عشتها زين حالتك المادية ما تسمح لك أنه يعني لا وأنا عمل أصلاً ما جاي أشتغل يعني كل عمل ما عندي وأتمنى من الناس يكون عندها تقبل أكثر لهيج حالات وما يتنمرون على هيج أشياء لأن بالآخر أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وبهاي الهيئة مو بشيء هذا الشيء أنا خالقه بنفسي فأتعجب على الأشخاص اللي يعني هم خلقتهم تمام ويلعبون بخلقتهم يعني هذا الشيء يعني أنا أضحك عليه صراحة يعني أشوف أكو بعض الحالات إنه هما تمام يعني أنت خلقتك ما بيش يروح يغير جنس أو شيء يعني أنت ليش تلعب بهاي الأمور شكرا جزيلا شكرا لثقتك بالمربد شكرا